مساء الخير. مع الزلزال الأخير يلي وقع رح نوضح بهيدي الحلقة كيف يمكن حماية أنفسنا وما هي المعايير لحماية المباني وشي اللي منحتاجه نحن بلبنان، وكل التوضيح مع رئيس الجمعية اللبنانية للتخفيف من أخطار الزلازل المهندس راشد سركيس. أهلا وسهلا فيك. فيكم تأهيل، ميرسي. أستاذ راشد، يعني خلينا نغض النظر انه طبعا لبنان بحاجه لمسح شامل للمباني وتدعيم لكافه المباني وما هنالك، ولكن نحن بظرف اقتصادي صعب ومنطقيا يعني من الصعب انه هذا تصير وبوقت يعني قصير، وبالتالي خلينا نقول يعني الشاطر بشطارته. كيف يمكن حمايه انفسنا بمبانينا الحاليه حتى لاحقا نحكي عن المباني اذا بتريد؟ أول شيء بدي أوضح أنه حماية المباني هي عملية اقتصادية بامتياز، بتحسن الاقتصاد وبتعززه وبتقوي قيمة الملكية العقارية. فمن الناحية الاقتصادية نحن أصلاً اقتصادنا تعبان من زمان، بس لو الناس صلحت مبانية واحترمت قانون البناء اللي صدر سنة 2004 كان وضعنا كتير أفضل، كانت المصاري انصرفت بمطرح مفيد أحسن ما كانت تروح تعب بالبنوك. إذا صار عندنا زلزال بلبنان حاليا ما فينا نقله للزلزال هلأ عندنا أزمة مالية بقى تعال عنا بعد شي 3 سنين. إذا إجا الزلزال ما فينا نغير فيه بتوقيته شي ولا بقوته شي، فينا نقوي حالنا بالحماية. نعم. مثل ما سألت سؤال صحيح، فينا نعمل كتير تدابير ونحمي حالنا فيهم، بس أكيد التدابير بدها تكلف شوية مصاري، أكيد ما لازم تكون تكاليف كتير باهظة، بس أكيد في شيء لازم ينعمل. نعم، أمثلة على ذلك ما بيقدر يلبس جاكيت ما تضايقه الزلزال، في تدابير إنشائية بالبنى بده يعملها. أنا ماني من مؤيدي هاي فكرة الطاولة والباب والشباك في تسويق لأشياء منا 100% آمنة. أنا مع فكرة المبنى يصير آمن، وهذا الشيء يتطلب بعض التدابير يلي ما لازم تكون مكلفة كتير. بعدين في مباني يمكن عندهم شيء عندهم اياه ديجا بيقدروا يستفيدوا منه، فمثل بيت الدرج اذا كان منبطون هيدي شغله اساسيه وجوهريه وكثير بتساعد. اذا كان عندهم حيطان حامله كبيره من كعب البنايه لراسها كمان هي عنصر مفيد. في كثير بنايات عندهم اشياء مفيده للحمايه من الزلازل وهن يمكن مش عارفين. فاول شغله لازم اصلا ما عندها الدوله مش شغلتها تمسح مباني، كان مفروض الناس يعملوا مباني امنه لانه هيك المواصفات بتقول. هلا اذا كانوا عم يشتغلوا يعملوا شيء خارج الاصول وخارج المعايير هيدي هن بيتحملوا مسؤوليتها، بس اذا واحد عامل شيء حسب الاصول وحسب المعايير اذا اجى شيء فوق الطبيعه ساعتها بتكون كارثه كبيره وطبيعيه ووطنيه. نعم. ساعتها بتتحمل الضغوطات الكبيرة مسؤوليتها، بس بالحد الأدنى تحت على الواطي لازم الناس تعمل مبانيها آمن. هلأ ليحقوا حالهم بشكل سريع بتدابير سريعة، أول شغلة بدنا نشوف بالبنى شو فيه، كل الناس اللي عندهم بعض الأجزاء اللي بالبنى بتساعد على الحماية لازم نستثمرها الماكسيموم. متى؟ ندفع هذه هلأ حاليا دغري، بس إذا حدا ما عنده أبدا ولا عنصر من عناصر الأمان ببنايته بده يتكلف شوية مصاريف. نعم، حتى يحمي. نعم استاذ سركيس، يعني عم تحكي عن عنصر امان، يعني مثل شو كامثله؟ يعني مثلا شو معقوله تكون يعني غير مثل ما حضرتك قلت صفرة الدرج وقدام الاسانسير وما هنالك؟ في فرق راحت على من لبنان دفاع مدني وصليب احمر وجيش وكلهم راحوا يساعدوا شوي بتركيا وبسوريا، ردوا لنا اجينا فيدباك منه انه كان كثير الهدف كان عم يستعينوا بالجيران وبالناس اللي بعدها طيبه يتاكدوا هالمبنى من وين كان مدخله وين كان بيت الدرج، كانوا يهدفوا يكسروا كل شيء تيوصلوا لبيت الدرج لانه هون كانوا عم يلاقوا الناس يعني تسلحت بهالمكان كامان. لانه بيت الدرج اذا كله معمول من بيتون بيكون صعب كثير يتكسر بشكل قاتل، فبيضلهم يقعوا عليه بيضلهم يقدروا يكونوا احياء لو انصابوا بعض الاصابات الطفيفه، بس بيكونوا ضلهم على قيد الحياه. اما داخل المنزل رح اعطي مثل، نحن في شيء بنقله المثلث، مثلث النجاه او بيراميد الحياه، لانه اذا وقعوا 3 اجزاء
ستركتور بيتون على بعضهم، ما بيعود في مجال ينكسروا ويطبقوا، بيخلقوا فسحة بيقدر الواحد. وكتير زلازل بالعالم صارت، كنا نلاقي ونلاحظ انه في ناس نجوا بوجودهم بهالمثلث. نعم. فاذا مثلا حضرت مثل البيت اكيد حيط الدرج جنب من جناب الدرج اكيد بيكون هو حيط للبيت، فالاوضه اللي لها هذا الحيط البطون بتكون اكثر امانا من الاوضه الاخرى. نعم. يعني في شويه حركه صغيره واحد بيفهم بيته كيف. بعدين في شغله كثير مهمه بقلب البيت، هو ما بيكفي بس نحمي حالنا من انشاءات البيت والستركتور تبع البيت، الستركتور هاي بتاثر بهدم البنى كله. بس اوقات نحن لو حتى ما تاذى البنى او فسخ تفسخات مقبوله، قد يجوز هناك تجهيزات بقلب البيت بطريقه خاطئه، الناس من دون ما يكونوا عندهم هذه الثقافه كيف يوزعوا اثقالهم الاستعماليه اليوميه. مثل خزانه ما يكون، اذا خزانه خارجيه منها ثابته بالحائط ما بيسوى يكون بالاشياء على العالي اشياء ثقيله، او على ظهر الخزانه يكون في اشياء متحركه بتقدر توقع. فممكن ما يتعرض البيت للاذى الكبير، لكن الاشياء اللي مركبه تريا بالسقف، لوحات على الحيطان، اشياء على الرفوف، توقع وتاذي الناس اكثر ما يكون قصه زلزال وبنى وهيك. ففي تدابير كثير طفيفه بيقدر الانسان يتخذها، واذا كان مضطر مجبور ببيت ضيق او ما بعرف شو يكون عنده ظروف خاصه، كل شيء ممكن يكون متحرك يثبته يبرغيه بالحيطان ببطون الاقرب شيء له حتى يكون امن انه ما بيقلب عليه. نعم. بالنسبه لتدعيم المباني، يعني يمكن هلا صار في لجان بالمباني، كل لجنه بنايه عم بتقول خلينا نشوف هالمبنى بركي بنقدر ندعمه في حال يعني حصل يوما ما زلزال، يمكن هلا يمكن بعد 100 سنه ما حدا بيعرف. فاذا كل بنايه هي عاتقه شو بتعمل؟ اذا بدنا نشتغل مزبوط، نعم، البنايه اللي بنكشف عليها ونعطي انه هيدي غير مقاومه للزلازل مفروض باصحابها يروحوا يعملوا لها يطبقوا فيها الاصول وينفذوا المعايير اللي نحن معتمده بالانظمه والقوانين اللبنانيه ويصيروا بالمنطقه الامنه بكل بساطه. شو هي هذه المعايير؟ نعم، هذه المعايير شو هي؟ يعني اذا بنقدر هيك نذكرها سريعا اهمها. مقياس هندسي بنعتمده بالزلازل مفروض يكون البنى تبعهم بيقاوم على هذا القياس، فبينعملوا خطيطهم، بيندرس المبنى، بيطلع وين عندهم النقص، بنقول لهم وين لازم يعملوا حيطان من اول بنايه لاخرها، وبينفذوا هالعمليه وبصير مبناهم مقاوم للزلازل. نعم. يعني اذا تدعيم هذا المبنى يمكن هو مكلف بمكان ما، ولكن في شيء طرق هندسية نقدر نفسرها للعالم؟ الأعمدة مثلا، سمعنا هذيك المرة أنه الأعمدة لازم ما تكون كلها سوا جاهزة، لازم يكونوا عكس بعض يعني بالعرض بالطول، لازم يكون طريقة الحديد يلي بقلب هذا العمود. هل في قصص معينة لازم شخص يعرفها تيتأكد إذا عم يفهم صح عم يتطبق صح أو لا؟ في عندنا كتير نعم. شروط فنية وهندسية، نعم، لكن طبعا. أنا بخبر نظرت المباشرة للموضوع حتى نخفف الضغط على الناس وما نشغل لهم بالهم كثير، لأنه في تفاصيل مش شغلة الناس يعرفوها، بالنسبة ل يعني بتشغل لهم بالهم أكثر ما بتريحهم. أنا بالنسبة لي بصراحة بروح على الحلول الجديدة، يعني إذا أنا اليوم بدي نزل حائط جديد هو يكون موافق لكل الشروط وياخذ كل المشكلة، هذا بنكون خلصنا من كل الشيء القديم. يعني إذا بالقديم الحديد مش مزبوط، لقياس العمود مش مزبوط، كل شيء القديم بيكون هذا إضافة يعني ريزيرف. بس يصير في عنا قطعة هي بتاخد العامل الزلزالي كليا وبترجع بتمسك البنى كله بتحميه وبينتقل من مطرح لمطرح. هلا بالنسبة للكلفة، يعني يمكن الناس يفكروا أنه شيء تكاليف كتير باهظة، أنا بتصور التكاليف كتير بتكون معقولة بهذا السياق، منا شغلة كتير كبيرة بس شغلة كتير ضرورية. نعم طبعا. نعم تفضل. رح بعد شوي يعني خلال أسبوع مثلا إذا صار عندنا 100 أو 200 مبنى كاشفين عليهم رح نقدر نعمل رابور صغير مبدئي يوضح تقريبا نحن بأي مارج كلفة،
نقول الشقة بتكلف 2000 دولار ولا 5000 دولار، بس انه بتصور رح تلعب الكمية بين هالرقمين، ما رح يطلع عنا رقم 100000 دولار تتصلحي بناية الا اذا كان شيء كثير كثير كبير، والكثير كبير من اساسها كان لازم تكون معموله مزبوط. بالاكثريه عم نتفق كلنا ومع المهندسين ومع البلديات ومع السلطات انه المباني الكبيره بكثير من الاحيان كانوا ناس منتبهين لكثير تفاصيل اخذوها بالاعتبار ومن بيناتهم السلاسه. نحن فينا نعمل شيء من جهه الانسان، من جهه الانسان فينا نعمل كثير تدابير ونحمي ملكنا وحياتنا بالشكل الكامل. يعني ما معقول الناس بيتلفنوا لي بيقولوا لي عم فكر فيلم من بيتنا، في اليوم زرت مبنى كثير ضخم ومعمول اكيد بشروط الزلازل، بس هو قد ما انه عادي اكيد الهواء بيهزه والزلزال هزه، فالناس ما عندهم ثقافه انه المبنى العالي بيهز بس ما بيوقع لانه مدروس ضد الزلازل، بس مجبور يهز لانه بس تقطعي فوق 15 20 و30 طابق المسافه العاليه رح تاخذ يعني الدافع الزلزالي رح خليها شوية تهز، بس مش معناتها انه في عنده خطر. بالنتيجة المال الحقيقي اللي بينصرف مطرح الصح في بركة وبيعمل نتيجة وبيحمي الناس، فلازم ينعمل شغل مرتب. نحن بلشنا نعمل هلأ ان باراليل، نحن قريبا رح يكون على الشاشة في مرشد نفوت بكل هالتفاصيل للإنسان المواطن يقراه ويتأكد وهو لحاله بيقدر يشوف حجم امان البيت تبعه، ويمكن نعمل العيار تيعمل العلامات والاخر هو قديش بيطلع عيار بيته، حتى كمان نخفف الهلع وهالزعر وسبب اللي بنلاقي فيه اضطرار كبير نبلش عنده تنساعده تيصلح، واللي مرتاح او بيته امن ما بقى يكون مضطرب ولا يكون عم يزعج الباقيين. يعني نبلش مجتمعيا عندنا وعي وادراك و ثقافة نوعية نخطي خطوات فيها مسؤولية. نعم أستاذ راشد سركيس، بدي أشكرك على كل هذا التوضيح وعلى الحد من أخبار الكذبة اللي فعلا أثارت الهلع والذعر إذا فينا نقول، وبعده عند كثير من الأشخاص اليوم، فشكرا لكونك لهذا المعلومات يعني العلمية للحد من هذا الأخبار الكاذبة. وننتقل إلى فقرة الأخبار الكاذبة. صور زحمة السير الخانقة على طريق ظهر البيدر لا تظهر قوافل المساعدات من لبنان إلى سوريا، فقد تواصلت عدة مواقع لمكافحة الأخبار الكاذبة مع ملتقط هذه الصور ماهر بركة، واللي أوضح أن التقطت من طريق ظهر البيدر يوم الجمعة 10 شباط الجيرة بحدود الساعة 6 مساء بالتزامن مع عودة المواطنين من أشغالهم مثل ما كلنا منعرف، لكن تراكم الثلوج على جانبي الطريق تسبب بازدحام مروري. ونحن كمان طبعا بدنا نشير انه لو حتى كانت قوافل المساعدات يعني هذا الامر مش غلط انه المساعدات تسبب بزحمه سير، يعني بيكون شيء ايجابي. اما هذا الفيديو لسيارات الاسعاف قيل انها تحمل جثامين ضحايا الزلزال من تركيا إلى سوريا، ولكن موقع مسبار وجد أن هذا الفيديو منشور على حسابات تركية منذ 8 من شباط الجيرة على أنه لسيارات إسعاف تركية بصدد نقل مصابين خلال الزلزال الأخير. وأخيرا بدنا نشير إلى أنه رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون صرح بأنه الشائعات والمعلومات المضللة اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الزلزال الأخير سببت بإلحاق أضرار جسيمة خلال عمليات إنقاذ المتضررين من الزلزال المدمر بحسب ما نقل عنه موقع تركي. وأضاف أنه على سبيل المثال واجهنا ادعاءات لا يمكن تصديقها مثل محاولة المواطنين إخلاء المدينة لتجربة صدمة جديدة وانقطاع أنشطة البحث والإنقاذ بسبب كذبة أنه سد هاتاي انفجر وستغرق المدينة. وأشار إلى أن المعلومات المضللة كان لها دور في تعطيل توفير الاحتياجات الأساسية لضحايا الزلزال مثل المأوى والدواء، موضحاً أن بعض التقارير الكاذبة أدت عن عمد إلى تعطيل عمليات البحث والإنقاذ أيضاً. ومن هون نحن بنكرر أنه دائماً حاولوا أنه تدققوا بالخبر قبل ما ينتشر
وذلك للحد من الأخبار الكاذبة. تابعونا كل خميس السادسة مساء. إلى اللقاء.